أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الدولة العمل على توسيع نطاق الشركات التي تحصل على الرخصة الذهبية للاستثمار وأضاف مدبولي أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات التحفيزية للاستثمار والتي من بينها إعفاء المشروعات وفقا للضوابط من حق الانتفاع لمدة عشر سنوات أو رد جزء من قيمة الأرض التي يقام عليها المشروع التوسع في نطاق الشركات اللي تحوز على الرخصة الذهبية احنا كان القانون بيقول انها فقط للمشروعات الاستراتيجيه الكبيره لكن احنا دخلنا في التعديل ان لا طبقا لاي مشروعات الدوله المصريه ومجلس الوزراء شايف انها تستحق انها تاخد هذه الرخصه فنقدر ان احنا نعمل هذا الموضوع كل القيود اللي كانت موجوده فيما يخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها وبالذات في مجالات يمكن كانت مرتبطه بصناعات بتقوم على الغاز الطبيعي والطاقه زي صناعات البتروكيماويات ابتدينا النهارده بنسمح انها تبقى موجوده وتعمل بنظام المناطق الحره ولكن طبعا مرتبطه بموافقه المجلس الاعلى للطاقه علشان يبقى مرتبطين وملتزمين ان في توافر الطاقه الكافيه لهذه المشروعات فنقدر نفتح لها هي كمان نظام المناطق الحره. وفتحنا المده اللي ممكن انها يعني تؤسس من خلالها الشركه او المنشاه الجديده لاقامه هذه المشروعات لغايه تسع سنين علشان يبقى موجوده. والحقيقه يمكن نقطه مهمه جدا في التعديلات ودي اللي انا حابب ان انا اسلط عليها الضوء ان النهارده بقى من خلال التعديلات اللي تقدمنا ليها للبرلمان ويمكن حصل عليها نقاش في مجلس النواب مؤخرا واقرار موافقه عامه ليها ان احنا يجوز بقرار من المجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات اللي المجلس يحددها تحديدا ان يعفى من مقابل الانتفاع للارض المخصصه لاقامه المشروع لمده عشر سنين. يعني بمجرد ما يشغل المشروع انا ممكن اعفيه لغايه مية في 100% من حق انتفاع للارض لمده عشر سنين. ان انا ارد له حتى جزء من قيمه الارض لو هو بيتملكها ان نسمح بانشاء منافس جمركيه خاصه لصادرات المشروع الاستثماري وارداته بالاتفاق مع وزاره الماليه